عارف يا حسام، لما ابوك الله يرحمه مات انا حسيت بايه؟ ايه يا ماما؟ حسيت بخوف، حسيت ان ظهري مكشوف لاني ماليش راجل يحميني ولا يحمي ولادي. بس لما شفتك بتكبر قدامي وشفت تصرفاتك اللي اكبر من الولاد اللي في سنك قلبي اطمن، وحسيت ان انا ليا راجل وانك ابو ولادي. انت كنت قد المسؤوليه يا حبيبي، شلت عني هم كبير كبير قوي قوي. بتقولي الكلام ده ليه يا ماما؟ وانا لا سمح الله قصرت معاكم في حاجه؟ لا يا حبيبي، انت عمرك ما قصرت في حقنا في حاجه، بس كان في موضوع كده كنت عاوز اتكلم معاك فيه. اتفضلي تحت امرك. هو طبعا الوقت مش مناسب يعني، بس ما باليد حيله. في يا ماما خير قلقتين. هو الحقيقه انا سايب اخوك يتكلموا معاه في موضوع الخطوبه، ويعني عاوزين يفرحوا كده، بس هو محرج يتكلم معاك قوي، مش عاوز يقول لهم اي رد الا لما يعرف رايك ايه. رايح فين يا حسام؟ تلاقيش ادخل. ازيك يا محمد؟ انا تمام الحمد لله. ازيك انت حسام؟ طمني عليك. والله يا محمد انا مش انا، زي ما اكون بقيت واحد تاني. ما كنتش اتخيل ابدا اني ممكن في يوم من الايام شده وتزول، وزي ما في ليل في نهار. اكيد يا حسام، عمر الدنيا ما بتفضل على الحال ابدا. بس بقيت خايف يا محمد، بقيت خايف قوي، بالذات من بكره. بخاف من بكره، بخاف من اللي جاي. عامل زي اللي ماشي في صحراء وتايه ومعهوش بوصله، كل خطوه بياخدها بيبعد اكتر عن الامان اللي كان جاي منه. ايمانك بالله هو اللي هينجيه، مش ده برضه كلامك يا حسام؟ ونعم بالله. بس كان نفسي افرح، كان نفسي افرح بحق سلمى من غير ما يبقى التمن معتز. كان نفسي يا محمد. وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، اكيد ربنا له حكمه في اللي بيحصل ده. بالظبط كده، عشان كده انا جاي لك، جاي لك عشان نفسي افرح. تفرح؟ ومفيش حاجه هتخليني فرحان قد اني اشوفك مبسوط وسعيد. مش فاهم. تقصي على الاقل انت مش ناوي تخطب ولا تفضل مقضيها فاتحه كده؟ لا يا حسين، اخطب ايه؟ الوقت مش مناسب خالص دلوقتي. بالعكس، ده هو عزه ووقته. على الاقل ينوبك صوابنا وتخرجنا من جو الكآبة اللي احنا فيه ده. لا يا حسين، ما تجيش على نفسك عشان ده. انا نفسي مش عارف افرح من ساعه اللي حصل. عارف يا محمد احنا عاملين زي ايه؟ زي اللي حررته عليا، سخن مولع بيفرفر، وده علاجه ايه؟ صبر. شيله زي ما هو هيلة بيلة كده وارميه في حمام تلج يفوق. حسام انت واعي لكلامك؟ واعي واعي، وعارف بقول لك ايه وبعدها لك تاني. مش هتفضل مقضيه فاتحه، تروح لاهل عروستك وتحدد ميعاد الخطوبه وتديهم رد، بدل ما انت سايبهم كده ما يصحش. لا يا حسام، مش هينفع، مش هينفع. ده سلمى لسه. انا يمكن سلمى راحت مني، بس لسه عندي دم، عندي احساس، وانت اخويا اللي ما حلتش غيره. طول عمرك بتضحي عشان يا حسام، طول عمرك محسسني ان ابويا عايش ما ماتش. ربنا يخليك ليا وما يحرمنيش منك ابدا. افرح يا ياض، افرح. هنزل افرح امي. ما هي أقوال؟ أنا هقول لجنابك على كل حاجة يا بيه. قول. حسام بيه كان مونس مع الكبير يا سعادة البيه. ويطلع مين حسام بيه؟ ومين الكبير ده؟ حسام بيه الهلالي الضابط اللي قتل الكبير، والكبير يبقى المعلم منصور الله يرحمه. وكان مونس معاه إزاي يعني؟ ما هو كان فيه شغل بيناتهم يا سعادة الباشا، وحسام بيه الهلالي كان بياخد نسبته في كل عملية بيعملها للكبير على داير المليم يا سعادة البيه. كمل. وبعدين يا سعادة البيه، في يوم حسام بيه طمع
وطلب من الكبير نسبة أكبر من اللي بيديها له يا سعادة البيه. راح الكبير رفض، حسام بيه خلي بيه يا سعادة البيه وكبس على الرجالة هما بيستلموا البضاعة، كل ده عشان يلوي دراع الكبير. وراح يا سعادة البيه قتل له جابر ولده الكبير وسجن له دياب ولده الصغير. راح الكبير ما كتبش خبر وراح قتل مرات حسام بيه الهلالي. حسام بيه النار جدت في قلبه، راح قتل الكبير عشان ينتقم منيه يا سعادة البيه. وايه دليلك على الكلام اللي بتقوله ده؟ هو ولا مؤاخذة يا باشا، الحاجات دي عليها دليل. طب ده حسام بيه بعد كل عملية ما كانش بيبقي من حسابه للكبير الله يرحمه ولا مليم واحد. كمل وبعدين؟ هقول لك يا باشا، الكبير الله يرحمه كان راجل حجاني ويخاف ربنا. ده حتى في أواخر أيامه بعت لحسام بيه في شقته اللي هي بتاعت مساكن الضباط دي صندوق مليان فلوس. يعني لو حضرتك كده دورت ودعبست ممكن تلاقيه. عندك أقوال تانية؟ أنا قلت اللي خلص ذمتي قدامك يا باشا.